بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان Using Paragraph Formatting Options. بعد ما اتكلمنا عن الفونتس، التاب بتاع الفونتس يا جماعة، اليوم راح نتكلم عن التبويب أو التاب أو الكوليكشن بتاع الباراجراف. وعشان احنا بنتكلم عن باراجراف فأنا حطيت تكست بوكس فيه مالتي لاين، في سطرين اتنين. تمام، كالعادة يعني بداية الإدراج، الأمر المعهود، بداية الإدراج لبوليتس، قائمة نقاطية، بداية الإدراج لنمبرين، قائمة رقمية. ده طبعا بيعمل لي ديكريز وانكريز للإندنشنز ما بين محاذاتك يمين شمال في النص، وجاستيفايك ما بين طبعا من ارتكل اور الرايت تو ليفت وليفت تو رايت، ما بين المسافات ما بين الرأسية ما بين الحروف، ومعايا الدايركشنز الاتجاه بتاع الكلام ما بين روتيشنز 270 او 90، ومعايا طبعا الاين تكست ما بين ان احط لك الكونتنت بتاعي في النص او في البوتوم او في التوب. دولت النقط الاساسيه طبعا كالعاده موجودين في كل مجموعات الاوفيس، وبمجرد مني اضغط على التاب ده بيفتح لي قائمه الباراجراف ما بين كل جاستيفايد ده بالالاينمنت من الدايركشن يمين شمال شمال يمين، الدنشنز قبله بعد، السبيسنج قبله بعد، وايه نوعها كانت عباره عن كام بالظبط. ده الامر المعهود في الباراجراف فورماتنج اور باراجراف فورماتنج اوبشنز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.